فضيهم من وجهي، ما بيهم شيء. شو أعمل فيهم؟ شحديهم، ارميهم. لكن ليش صرعتنا بمكاتيبك أنه ديروا بالكم على تياب المرحوم؟ شقيقتي المرحوم بالقلب مو بالطربوش. عجبك؟ قال نشحده. لمين بدنا نعطيهم؟ أعطوهم للحارس أبو زكي. يو يو يو، كنا عمل لها من زمان قاعدين بوشنا مثل التعتولة. هي شو هذا؟ لمين هذا؟ لتكون هاي المية اللي فقدتيها الصبح. عجبك على هالفصل؟ واقعة مني لتحت الطراحة مو منتبهة. يا عليكي شو مضوعة. روح بشر ابن عمي. ألو، شارد شو؟ وين لقيتيها؟ شو الفائدة إذا لقيت المية تبعنا وانسرق مقابيلها 300 بالوادي؟ إلك شهادة حسن سلوك؟ إيه نعم إلي. وهي الهوية وهي صورتين شمسيات لهالقمر اللي واقف قدامك. وليش بدك شهادة السلوك؟ بدي بروزها. إيه بعطيك شهادة ماجستير ولا بعطيك شهادة حسن سلوك؟ كم مرة رحت وجيت وقلت لك ما في؟ ليش ما في؟ من 15 سنة لحد هلا سمعت عني شغلة هالقد؟ ومنين بدي اسمع عنك وانت 15 سنة بالحبس؟ خلاص اصبح سلوك يا حسن ومنيح، لذلك طالع لي هالختم وطشه. ما حذرت؟ حذرت ونص. انا سلوكي حسن ومنيح، واللي مو عاجبه قد حموس ما عشكر شو. انا مو عاجبني، طالع موسك لشوف. عند المجلخ بكره بيخلص. ايه جيب موسك وتع بكره. حسن السلوك بدي اياها اليوم مشان كمل معامل الجواز السفر. ولوين مسافر من غير شر؟ على الهفا. ايه موفق. وشو راح تعمل هني؟ بدي ادرس مغترب وارجع. شهادة حسن السلوك ما بياخذها الا اللي بيستاهلها. اخي واحد بده يسافر. شو بدكم فيه؟ بالعكس صار بدنا فيه اكثر. بالعكس اذا سافرت بترتاحوا من وشي. بالعكس ما بنسمح بالسفر الا للناس بيبيضوا وش الوادي. حدا بيصدر زيت العكر؟ بالعكس المتعب بينفوله برا. بالعكس هذا غلط. نحن اذا واحد مثل حكايتك منصدره لجوا حتى نضل نشوفه. بالعكس هيك بضل بخلقتكم وطول النهار على الناردي. بالعكس احسن ما تسافر ونشتاق لك. بالعكس ببعتكم مكاتيب. بالعكس المكاتيب ما بتغني على المشاهدة. بالعكس والنهاية مثل البداية. ايه شو عليه؟ يعني انت هلأ مخلد على هالكرسي هاد؟ نتواجه. ايه عم استناك. ايه شهادها مرضي يعطيني شهادة حسن سلوك. حسن السلوك بده شاهدين. ها يعني هلأ اذا جبت لك شاهدين بتعطيني شهادة حسن سلوك؟ ايه بيمشي الحال، بس هاد اثنين يقبلوا يشهدوا شهادة زور. هلا انت ما بتشهد انه سلوكي حسن؟ معلوم ما في احسن من هيك. هاي برانتو والبرانتو التاني نجيب لك يا بكره. البريد جاهز. يعطيكم العافية. عم تلحقوا تغطوا مكان يسرى؟ عم ندبر حالنا عمي ابو اليسر. انا عم ارجع بعد الظهر، الا اذا كان بدها تستمر باجازتها اكثر من اسبوع. بجوز تضطر تترك اذا ابن عمها بده ياخذها معه. بهالحاله بيلزمنا بديل. هي ضبط الجلسه. وش شايف تشطيب كثير؟ محسوبك مو كثير على الاله الكاتبه. اذا في طباعه كثير هاتهم باخذهم معي على البيت بتساعدنا فيهم يسرى. خطيه هم إجازة هم ملتية بابن عمها. بالعكس عبدي خلقها بلا شغل. اشتاق له ابو نظمي ولا زعلان منه؟ هو معك حق تزعل،
3 ايام صر له هون لا شافك ولا سأل عنك. إلي كمان ما قال لي مبروك. ده بابا يقول لي اياها، خليته يغص بالكلمة. قلت له غوار قبل. يهلك امي بعدك سهرانة؟ ما اجاني نوم. وانا ما كانت تضمض لي عين. انا بحقه. انتي شو دقه؟ ما بعرف، صار لي ساعة عم بتقلب بالفرشة مثل حبة البوشار بالمقلاية. انتي صار لك ساعة، انا 6 سنين عم استناه. والحمد لله رجع بالسلامة مجبور الخاطر. بس ماما متغير علي كتير. طبعا لك بنتي، راح بلا دقن رجع بدقن. لا، متغير من جوا. يو، وشو فوتك لجوا لعرفتي؟ تصوري ثياب ابوه قالوا رموه. من الاساس ما لهم طعم يضلوا، مين بده يلبسهم بعد المرحوم؟ بستله الفستان، وقف. استنيت المبروك. يو انتي التانية هلا وقفت على هالشغلة. ماما لو ما جاب لي فستان ما بزعل، بس بزعل بلا المبروك. عندك حق، هي شغلة صغيرة، بس هاللي بعمرنا ما بتفرح بالفستان قد ما بتفرح بالمبروك. هاللي بعمرنا بيحبوا يسمعوها من هاللي بيحبوه. هلأ ما عاد حدا يفهم غير هاللي بعمركم. نسي يرمي هالفتاشة ابراسهم يتشبكة وشبكة. لا ماما، مو هذا غوار المكاتيب. الله عطاه وصار هو فين ونحنا فين. ما بقى انفعه انا، يمكن صار في وحده غيري. يوه، فال الله ولا فالك انت الثانيه. امي ماما، امي نامي. شو بدنا نلحق بكره لنلحق؟ شوي تانية ماما، بس لخلص شغلات بابا. الثانيه حرام نام طب قد مو مشغول فكره على السرقات اللي صارت اليوم. والله ما عم تروح للطالي. هي الشغلة كيف صارت؟ هو كان قاعد هون وأنا كنت واقف هون. لا هلا شوي طالع 100 مطمورة وإجا بده يعطيني إياها، ما قبلت. كرك علي قبل. لا قلت له ما معي فراطة، حلف علي إلا أخذها كلها. هون قبل، أخذت منه 100 مطمورة وحطيتها بجيبتي. هيكون راحت إيدي خلاوي برات الجيبة وسلتت 100 تحت الطاولة بدون ما انتبه. غريب، لكن وين بدها تروح؟ ليكون حطيتها بجيبة شي زبون بدون ما انتبه. لا ما كان في زباين. لا والله يا ربي، اجا زبون وبالعلامة طلب كاسة زهورة. لا لا لا، طارت قبل ما يجي الزبون. كنا لح نظلمه لهالرجال. أحسن شي انساها، لأنه لو ما نسيتها بدي طق. بس ما عم تروح من بالي.
والله المية لا تسلني سل. ليكون لا مو هيك، خلينا نرجع من الأول. هو أول ما اجا قال لي مرحبا. قلت لنا مرحبتين. لا مو مرحبا. شو قال لك يا ياسين؟ قال لك ها ايوه، قال لي كيف حالك؟ قلت له مرحبا. مين عم تطلع لنا هي المرحبا كمان؟ مرحبتين. هذا وادي المسك. وصلت. وين بلاقي غوار بيك؟ شو بدك منه؟ شغلة خاصة. ليكون من شان الشحن. هيك شي. وين بلاقي؟ وين نازل؟ ببيت اخته، بس هلا بيكون نام. بيجي لهون شي؟ اليوم اجا ووعدني يجي بكره. وين بيجي؟ بكره. اه؟ بكره بيكون بكره، شنو اليوم بيصير امبارح. شو هالفيلسوف هاد؟ يظهر حضرتك غريب عن هالوادي. حذرت. ليكون هذا هو الايد الغريبة. احسن شيء انساها. يلا نسيتها. والله مهما تروح من بالي. كوكب يا كوكب. هلا ويسرى، شلونك عيوني؟ مو منيحة. كيف حالك؟ وينك لهلا؟ شاطرة بس يكون عندك مناسبة بيجيكي من قبل الضوء. كيف حالك؟ لك لا تحمي بدنية ما أبردة. ولك جاي عم ضبدب شوي، نص ساعة وبكون عندي. عجلي ولا ما بتتغدوها؟ حاكم ماما نزلت على السوق تجيب أغراض وأنا لحالي. لك وينك؟ احفري الكوسايات لبين ما أجي. حفرتهم وحشيتهم، بس قال غوار جاي على باله الجزمة. بقى شو هذا الجزمة؟ تضربي شحوبة. لك شلون بدك تصيري ست بيت وأنت ما بتعرفي تعملي الجزمة؟ أول مرة بسمع بهيك طبخة. بقى شو حضر لك على بين ما تجي؟ وانا ما بعرف شلون بيساوها، بس وينك؟ هلا بدق لابن عمي تليفون على المخفر بساله وبيجي لعندك. خاطرك. احترامي سيدي. اهلين ابو زكي. وين سريع؟ راح النبع. ابو عنتر عامل مشكله. شو نعسان ابو زكي ولا بتقعد بتساعدنا ساعة زمان؟ امرك سيدي. طيب تعال معي. خايفين يكون غوار هو المستهدف، لانه كل السرقات حصلت باماكن تواجده. وشو بتأمرني اعمل؟ غوار هلا بالقهوة، خليك معه لبين ما يجي سريع يستلم منك. حاضر. هاي تقرير ليلة امبارح. في شي مشاكل؟ ازعاجات؟ ابدا مثل العاده. مع هذا في واحد غريب دخل على الوادي من عندي وطلع بعد نص ساعه. وياسين خبرني عن نفس الموضوع. الو. اهلين كوكب، شو بدك؟ لسه ما حل لي اصل. جزمز يا حلت علينا البركات. ايه كل يوم خلينا نتصبح بهالوش الحلو. ان شاء الله. اعمل لي شاي ثقيل. حاضر. صعي امبارح بالليل اجا واحد سأل عنك. مين الواحد هذا؟ ما عرفته، من برات الوادي. شو يريد؟ قال من شان الشحن. لا ما هي ريحة شحن. انت اعرف. تمثيل احسن ما كمل عليك. ها يلعنك ميكروني. نزل ايدك ولا ضربت موس بدك الى الفعي؟ لا وحطيت حبر احمر حتى يتبلاني. الله لا يشابحك، هذا حبر احمر. كم ميكي كروم؟ شو عملت معك اللي عملت فيني هيك؟ هلا ما رح نخلص مجادله، هلا بنوصل على المخفر وكل مين بياخذ حقه. امشي. شو
شرف سيدي. شكرا. خير ان شاء الله. شو صريح؟ لقيتوا المصاري معه؟ خلاص هنا. انا ماني حرامي. ايوه. انا رزقي بخدم من عرق خنجري. ما انا كان شينا قضية سرقة. وبعمري ما انكمشت بهيك ترهات. لك عن شو عامل؟ معتدي على الزلمة. الله لا يسلم هدية. ولك ليش هيك ضربه؟ ما رضي يروح معي لعند ابو نسر مشان يشهد اني حسن السلوك والسمعه. بقى بده اياها ولا ما بده اياها؟ بده يعني يشهد زور. شحطه. شحطه انت يا بروتوس جايكيو. شحطه. شبيه ذايا؟ هذا واحد مشراني كان عامل حاله عبضاي وكان مكحي الوادي. لما استلم المحترم دقه بالحبس. يعني صهري قابض على زمام الأمور. بيد من حديد وكل اللي من نمرة هاد دقهم بالحبس. لازم القانون ياخذ مجراه لأن الوطن بلا قانون كالقانون بلا أوتار، لا يصدح لا يعزف، والمجرم لازم ينال قصاص العادل وغير العادل. أنا بزماني كنت مشراني مثل حكايته، بس من اول طيارة من المحترم ركزت وفتحت هالقهوة والله اخذ بيدي. عفاك ياسين عفاك. لازم تبعد عن رفاق السوء لان الصديق قبل الطريق. هو المسكين ما كان هيك بصغره. كيف كان؟ كان عرزل بكتير. الله يصلحنا جميع. هذا هو يلي اجا سأل عنك مبارح بالليل. ياسين. نعم. شوف شو يريد وضيف على حسابي. حاضر. اهلا وسهلا. اه عم نقول اهلا وسهلا بالماهل. البيك حابب يضيفك شي على حسابه، شو بتحب تشرب؟ في غيرك بيشتغل بالقهوة؟ لا ما في حدا غيري. عندك دخان؟ عندي بفلتر وبلا فلتر. ما بحب هون. شو بتحب منجيب لك من برا؟ مسك روح جيب لي باكيت. شو نوعه؟ حي الله. حي الله؟ ما لي سمعان بهالماركة. دور على عيني. هات لنشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام يا زين الرجال. دير بالك من هذا. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف الجناب؟ إن شاء الله مرتاح باعتبار أن وإن ولكن وليت ولعل ولا كلها من أخوات إن. إنما هذا اسم إشارة إلى هذا. عفوكم ما فهمت. باعتبار تارك من الابتدائي، بس إذا تأمر أي خدمة أنا جاهز. هذا الرجل أمس أصبح من فك ما زال يزعجني. كل هذه كلياتها أحرف مشبهة بالفعل ومن أخوات كانة. بسمع فيهم. وينه ياسين؟ ياسين راح يجيب تتن لهذا واحد من أحرف العلة اللي راح. واللي راح ما يرجع يا ولدي ما يرجع. تبي منه شيء؟ في موضوع صغير أو فد من بخفر من شانه. شو الموضوع؟ داخلي شوي ما بيجوز الحديث عنه. شو وينه هذا الزبون؟ فتلنا السوق للعينة له. حي الله. حياك الله. مرحبا عم أبو زكي. مرحبا ياسين. شلونك؟ شو؟ وين رحت وتركت البيق لحاله؟ ما وصاك المحترم؟ ما تفارقه؟ لا تخاف، عندي بالقهوة أمان. لكن كيف سرقوك؟ شايف يا أبو زكي؟ الواحد ما بقى يأمن بقهوته. لحظة.
نعم نعم موجود. لحظة، غوار بيك تليفون. يا الله. هلا. ولا انت مين تبي؟ ابيك انت. يلي تبيه راح الجامع يصلي. هلا مو ترم صلاة. ادري بس عليك سور راح يقضيها. وينك؟ بعرف صوتك بوسط مظاهرة. وين بدك تهرب مني؟ على كل حال بس يجي نحن نقول له ان شاء الله. تكرم عيوني. بامان الله، مع السلامة. انت غلطان. يبي ابو دخان. حي الله. كان نسمع بده ياك. لا عيوني ما ودو ياني. لا تأخذنا لك نعذبناك. ما ابو مؤاخذة. يلا اني استأذن. بكير تمر رفقة. لا ما ارد لك العذاب والغلبة وبعدين فيها ذهاب ثم اياب. هذا واجبنا. احسن خلي روح معك لانه ما بيقدر يحكي الواحد كمان. ما يخالك. تفضل ابو زكي. تفضل. يا مع السلامة. سيتشي. لا ذكرت شيء على كل حال ما يخالف. شكرا بأمان الله. لا شكرا على واجب. لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم. مين طلع لنا هذا؟ وانت اشوفك هنا ما رحتي لهاوس بيت عمي؟ بلا هلا كنت رايحه. يا وين دقنا؟ حلقتها. والله كنت مهيو فيها. ما نيمتني عمت شوكة. حيرتني طول الليل قاعد افكي. حطها تحت اللحاف قول فوق اللحاف احسن. حطها فوق اللحاف قول تحت اللحاف احسن. قمت حلقتها وخلصت منها. يلا على خير. بالشبه شايفتك مو على بعضها. ما بني شيء. كيف حالك؟ تركني من حالي. هلا بيهمني حالك. ما ضايق شقي يعني. كيف حالك؟ ولي على قلبي. وشو يلي مضايقه؟ وسواس خاص ما ودي ضايقك فيه. حلفت الا تقلي. يو انا شوفك هيك واسكت. يعني
بصريح العبارة مضايق من تأخر الشحن هذا، يروح التلكس لا جواب لا سمسونايت لا خبر لا خبر لا حامض حلو لا شربات. شاذلك شاذلك يتأخر انت ولا على بالك، ويلي ببيت اهله على مهله الا اذا كنا مقصرين. اعوذ بالله. كفو كفو، كيف حالك؟ حالي منيح اذا حالك منيح. الو. نعم نعم، مين بيريده؟ ايه لحظة لأسأله اذا موجود. شقيقي التليفون إله. منو هذا؟ قال واحد صاحبك بركدل مشان الشحن. ان شاء الله. الو شحن. هيك بتسكر التليفون بوشي يا منظور؟ شبيه شحن ها شبيه؟ لا تجذبها. كيف حالك؟ اسمع شو رح اقول لك. حقي بدي اياه على دور بارا، وراك وراك والزمن طويل. هلا سكر. بامان الله. خير ان شاء الله. في تاخير على الشحن. يتاخر بس انت ما تتضايق ولا حبه. شلون ما اتضايق شلون ها؟ يوه ان اجا ولا عمره ما يجي، بكره بتسافر وبتبعت لنا وخلصنا. انا اريد افهم، عندي حق اتضايق ولا ما عندي؟ عندك حق. خلص اتركيني اتضايق شويه. لا ما لح اتركك تتضايق، لح اعمل لك فنجان قهوه. ما بيقدر الا يحط بقلبه. الشحن. اسكت يا رجال. رحت البيت قعدت فكرت، لكن ضميري ما طاوعني. خسر، مين بيسترجي بيطاوعك؟ احنا كلنا تحت امرك. الحقيقة زعلت على هذا الشاب، شو اسمه هذا اللي ضارب واحد؟ ابو عنتر. ايه بلي ابو عنتر. شو قصته هذا؟ شو يشتغل؟ عواطلي، مع انه لما طلع من الحبس عرضت عليه منصب بارز بالبوفيه رفض. لكان هيج قاعد لا شغله ولا عمله. هذا ما بيطلع بايده غير يحمل فرد ويصير زلمه لشي متنفس بالوادي. حقيقه هذه عقليه رجعيه استعماريه. كيف حالك؟ الحمد لله. كل عيلتهم هيك ابا عن جد بيتغاووا انه انزلمت فلان بيك وفلان باشا، ولكن هذه ضد الفكر البروليتاري. يمكن بالاول عنا بالوادي كان كل متنفذ عامل لحاله مخفر وقانون، ولما استلم صهرك المحترم قضى على كل هالظواهر. مخفر الوادي وقانونه بيحمي الجميع، لذلك ما بقى في محل للتفعيليين امثال ابو عنتر على المجتمع. ولكني انا ارى انه يستحق المساعده والمعاضده والمسانده. شو بدك فيه؟ مقامه مو من مقامك، هذا واحد مشراني. ياسين اريد اسالك الحين، هذا ابو عنتر نزل من بطن امه حامل خيزراني او كامش طاعنة؟ أكيد لا. فإذا العائلة أولا والمجتمع ثانيا هما المسؤولان عن رعايته وتوجيهه نحو الخير أو الشر، هيك بابا؟ هيك. لنفرض أن هذا الشاب شب في كنف عائلة محترمة مثل عائلتك، كيف كان يطلع؟ كان طلع قرصان عد الدنيا، ومع ذلك ترك هذا العز وانحرف. نساعده ولا ما نساعده؟ نساعده. ومين يقدر يحل مشكلته؟ المجلس مجتمعا أو المحترم منفردا. بس لا تعذب حالك، لا المجلس ولا المحترم بيعملوها. نحاول نحاول، وكما يقول المثل اضرب الطينة بالحيط يا تعلق يا تعلق.
خوش هو ما رح ينسى لك هالمعروف ابدا. وصحيح مشراني بس زقرت، اذا حب واحد بيرمي حاله على الموت من شانه، وهذا هو المطلوب. وبدنا نتجوز على عيد، وبدنا نعمر حبس جديد، وبدنا ردوا شباب شو بنا. اخس ما في حدا يرد، صار الله ايام الحرية كنت تلاقي المحابيس بالحبس مثل الكشك، وصواتهم عم تهدر هدر. وينن 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 وين صواتهم وين عيونهم وينن. لك عم تغني بالحبس؟ لو بعرف بروس ما بصير. هذا بدل ما تقعد تحاسب نفسك، لك انت ما عندك ضمير. عند الكوة بعدين شو شايفك جاي لهون؟ اذا اخلاق سبيل ما نطلع ليه؟ لا مو اخلاق سبيل، وتنفس مع حلمة مطلوب على التحقيق. بلا تحقيق بلا هم يحزنون، انا حافظ القانون بصهم، شغلت 24 ساعة توقيف بعدين اعطوس يرحمكم الله. ان شاء الله تنقضى معك بست شهور. لا تقولها، ما حلي لسه اشتاق الحبس هالقد. المضروب اخذ معاينة تانية. مي خبرية؟ وشو حلتها؟ حلتها شرف على تحقيق. وينون؟ من هون؟ يا الله. وإمتى حددوا لك المعاينة التانية؟ بعد جمعة سيدي. بلاها سيدي. وهلأ كيف حاسس؟ إن شاء الله أحسن سيدي. تفضل. احترامي سيدي. احترامك سيدي. انت لو بتحترم حدا ما بتعمل هيك عمايل. ليش شو عملت سيدي؟ مرحبا يا اخ. اهلين اخ، اخ راسي اي. ايوه مثل لك مثل، بحياتي ما شفت هيك ممثل. يوسف وهبي ما لحقه. كيف بدت الحادثه؟ مكتوب بالتقرير. جايب التقرير انك قلت له حيوان. مظبوط سيدي، حيوان. وقلت له واطي. لا هي نسيت له اياها، هذا التقرير غلط. هاد سمعنا انت لنشوف كيف بديت الحادثة. خليه هو يحكي لكم، بدنا نسمع منك. هو حكى لنا كذاب. عرفت شو حكى لتقول كذاب؟ سيدي من غير ما اعرف انا عم اقول لك كذاب. اولا قال انه استغرب منك هالاعتداء باعتبار بيعرفك رجال زقرته وابن عيلة. شفت شلون انه كذاب؟ هي وحدة عنده، واكيد قال انه انا المعتدي. لكان مين ضرب التاني؟ سيدي انا صعيد ضربته براسه، بس هو طعني. بإيش طعنك؟ بكرامتي. وشلون طعنك بكرامتك؟ مرضي يشهد إني حسن السلوك. ها هلا هو طلع المذنب. سيدي الضربة اللي براسه بطيب، بس جرح الكرامة ما بطيب. والله ما بنسالك يا بحياتي والله. أكيد ما راح تنساها. جبت فرشتك من عند المنجد؟ بشو الفرشة سيدي؟ هي ليلة ومنقضيها على الواير. ها أصدرت الحكم حضرتك؟ قبل المعاينة التانية ما في طلعة، وبعد المعاينة التانية في محاكمة. شو غيرتوا القانون سيدي؟ لا انت غيرت طريقتك. ادعي لالله تنتهي بست شهور. سيدي انا زبون عندكو وبعمري ما انحبست الا هو، فلازم تراعونا. ايه الشهر الجاي بنعمل اوكازيون. وديش الخصم؟ وينك؟ اللي بده ياكل دبس بده يعلي على شواربه. سيدي انا الحالة هي ما اكلنا دبس، اكلنا اجلك. عري بدرتي صهري. وعليكم السلام خطوة عزيزة، تفضل. كيف حالك؟ يا هلا اهلا 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 وسهلا. الله هو ابو عنتر؟ هذا هو. رجعوا على الشبكة وانت استناني برا خمس دقائق. لا لا خليكم هنا، انا جاي بخصوص الموضوع هذا. اوف، وشو علاقتك بالموضوع؟ علاقتي بالموضوع ما اريد شوف اثنين في هذا الوطن على خلاف. ولا نحن منريد، لان الوطن الان بحاجة الى كل السواعد والعضائد والقواعد، لذلك أرجو بننهي الموضوع ونبوسهم شوارب بعض. يا عيني عليك، هذا هو الكلام المضبوط. بس يا ابن العم الموضوع أكبر مما بتصور، في جريح، في حق عام. لكن الوطن أيضا بحاجة إلى تضحيات وإلى دماء وإلى جراح. جراح سبع أطراف. بلي الوطن بحاجة إلى جراح أعمق وأكبر. سيدي لو كان في سبيل الوطن على رأسي، بس مو في سبيل ابو عنتر. ابو عنتر من هذا الوطن عيوني، ما يطلع له جرح بسبع قطب في هذا الوطن. كرمالي يا ابن عمي
خله يقول له أنا آسف وننهي الموضوع. قل آسف، قل آسف. شانك على رأسنا، بس أولا في قانون، ثانيا الموضوع وصل للمجلس البلدي بموجب ضبط رسمي. زين صغري قعمل فضل. لوك هير صهري، ايش كتبت الحين؟ قانون. به والحين محي. هذه احنا كتبنا واحنا معينا، وقها ما تقول مطربتنا الطليعية شاذية كتبنا وياخ صارت ما كتبنا. بس هي الاغنية نفهموز هم كتب. اصمت تعمل عملتك تتحدث. فيروز شادية عدنان صادق كلهم مطربين من هذا الوطن وفي سبيل هذا الوطن وإلى هذا الوطن. ايش قلت ابن عمي؟ الحقيقة الشغلة فيها إحراج وهي سابقة خطيرة. وإذا كل شيء بدنا نلزقه بالوطن بيصير الوطن شوربة. وينه هلأ أبو عنتر؟ رجعوه على الشبكة وقوار بيك عجز وهو يترجى المحترم. أنا من الأول قلت له ما في فايدة، يمكن إذا بده راعي خاطره بينزل له ياهن لثلاث شهور. أنا براهنك ما بينزل له ياهن ولا يوم، المحترم ما بيحملها. عملها والله. السلام عليكم. رسمي قيمة طاسة سلاح حضر لي ما يسخني. يا بيه فرشاية بدك ياها؟ إذا عم أقول لك قيمة طاسة ليش بدي الفرشاية؟ بيش بدي لكا؟ عم نسأل. إيه لا ما لازم تسأل، حلك تتعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. شلون شفت لي الموس؟ يا سلام هذا تماما، يعني أطرى من هداك على الخد؟ طبعا ما في نسبة، هداك مثل المنشار. هذا حديد مصقي. لا يا بي هذا فولاذ، الحديد ما بينعمل منه مواس. شو عمرته استاذ رسمي؟ استغفر الله يا بي، هو الفولاذ اصله حديد وداخل تركيبه الفحم معامل معاملة حرارية. هلا هيك علموك بالمدرسة تتفاصل على ابوك؟ الحديد يا بي ثلاث انواع، صب ومطاوع فولاذ. هلا رح تلفه ولا اسفك على بوزك؟ لفيتها بس الموسى اللي بايدك فولاذ. وبركي بدي كذب. عشاك يا بي. اضرب على هالترباية، أخذوا كلمتين بالمدرسة صاروا بدي يتطاولوا على أباتهم. هذا مو تطاول، هذا علم. تهي بشغلك ولا لما الكبار بتحكي الصغار بتسكت. ثمن حاضر. شو أبو رسمي ابنك ترك المدرسة؟ لا ما تركها، بيجي بعد الانصراف هم بيساعدني وهم بيتعلم الصنعة، بس ما تعلم إلا النائردي، ويا ريت يساعدني قد ما بلت. كل اللي من جيله هيك يضرب هو وجيله. شلون شفت؟ يسلم هوريدين. العبرة للموس، هذا بولاد على ماني. ما في بولاد يا بي، هذا فولاد بالفاء. ايه بالفاء تضرب شو فتح، فولاد على ماني، نفس المعدن اللي كانوا يعملوا منه الطيارات وبواز المدافع ايام هتلير. حدا بيقول لك على ماني؟ وما منطلعه الا للطيبين امثالك، عليم الله ما بدلو بسيف. يا سلام البركة بالايدة اللي حاملته. 30 سنة بالصنعة مو قلال، ايش على عنياني. اي قاططني يا ولد، لا تاخذني يا ابو رياح، هز بدني هالنص نصيص. ولا يهمك. ايه سيدي نرجع على موضوعنا. انا موضوع في الي عندك طلب، الك ولا للديب؟ خس الديب. بديك تحكي لي كلمتين مع المحترم بخصوص الجفت. انا جفت؟ جفت الصيد تبعي ابو عينتين بذاته ال14 خلع. شبه هذا يا سيدي، عطينا الجفت لأخدومك رياح مشان يوصل لي اياه على التصليح. ايه قام شافه سريع وصادر له اياه، بس ما عرفك برخصه. هو فيه له رخصه بس باسمي انا. شغلتك صعبه وما لها حله، هي تعتبر حمل سلاح بدون ترخيص. هو حامله مو للاستعمال، اخده على التصليح. ولو كان هذا سلاح ما بيتسلم لحدا، افرض هالولد دكه ونيشن على حدا. ايه ما بيقويس، إبرة الديك مكسورة. شغلتك صعبة يا صاحبي، وقتك عسري وما له حل، والمحترم مثل ما بتعرف لا بيقبل واسطة لا مني ولا من غيري. إيه سيدي بيقبل. إيه سيدي ما بيقبل، أنا عضو مجلس وحلاقه الشخصي وبلتي واللوتية ما قدرت أحصل من المجلس على قرار بمنع تطويل الشعر. لو تواصلت لك بالموضوع ابن عمه غوار بيك كان قبل. هذا كلام مردود عليك، طبعه وبعرفه
ومين من كان الواسطة عباس. هي ابو عنتر شغلته فيها جناية وجريح بسبع قطاب بكلمتين من غوار طلع. ايه لو يطلع بلعه ما بيطلع. ايه سيدي بدون ما يطلع بلعه طلع، عم يمشي بالوادي ويتمختر مثل ديك الحباش. ايه لو بشوفه بعيني ما بصدق. صدق سيدي صدق، كل اهل الوادي دريانين بالموضوع. اساسا هون اذاعة الوادي وما وصلني هيك نبأ، ولو وصلني ما بزيعه لانه من رابع المستحيلات. مستحيلات سبعة يا بي. صاروا ثمانية. نعيما الله ينعم عليك. ابو رسمي لا تاخذني بالهلمة. في بالعادة هلم عليك، الله وكيلك شفته بعيني هاي مثل ما لي شايفك قدامي. وين شفتوه؟ بالقهوة. شي ليكون عينك عم بتغشك. طيب هاي غشتني، والتانية صرت فتع عين وغمض عين مثل الصيادة لحتى اشوف منيح وتنجلي الصورة قدام عيني بدون تغبيش. وبعد ما انجليت الصورة شو شفت؟ ابو عنتر على طاولة واحدة قاعد مع غوار بيك وهنن اتنين على اخر انسجام. شي شغلة بتحط العقل بالكف. لا شغلة ما بتحط العقل بالكف، هالشغلة ما بتخلي بالعقل عقل. انا مثلك ما صدقت ابو رياح لما قال لي لحتى رحت بنفسي وتأكدت. طيب وامتى شفتون؟ هاي جايتي من هنيك. اي والله بقلو عين عم تنشن. اليمين غمض لي اليمين وفتح لي الشمال. شو شفت؟ نفس المنظر. فتح تنتين لشوف؟ وضحت الصورة أكتر؟ نفس الشيء. هذا حكينا بقى، وين عم تقلي هيلمه؟ أبدا أبدا لا تحاول معي، هالفضل ما بنسهلك يا بحياتي. يا أبو عنتر قلت لك ألف مرة خلص عيوني انتهينا. لا ما انتهينا. استغفر الله. أنت الوحيد اللي عطف علي وخلاني حس بوجودي الذاتي، بينما كل أهل الوادي فرحوا شماتة لما شافوني مكموش. وأولا هاد ما له أنظام. بالعكس أنا قلت له للبيك أبو عنتر ما بينسى لك هالمعروف إذا توسطت له ياها. أي نعم قل لي. شفت؟ بعد إيش؟ بعد ما قلت له لسريع اشحطه. هلا سريع بياخد أوامره مني؟ يا أبو عنتر هذا الرجل مسكين، لا هو في العير ولا في النفير. مو هيك؟ ياسين حبيبي نعم. جيب كرسي وتعال قعمز ويانا. حاضر. زمانه صارت حريقة بالبيدر، صارت الصراصير تركض تجيب قش وترميها بالنار مشان شو؟ مشان تزيد النار. والضفادع صارت تركض تعبي تمها مي مشان تبخ. لا الصراصير قدرت تزيد النار ولا الضفادع قدرت تطفيها، بس بين العدو من المحب. حلو، اعتبرني انا الضفدع. لا صرصور. صرصور ما رح ازيد النار عبيلي. خلاص عيوني انتهينا. لا ما انتهينا. استغفر. شحطوا. علاش بده يشحطني؟ شو الجريمة اللي ارتكبناها؟ منكون كفرنا اذا ضربنا واحد خنجر عطوه خلق؟ يا ابو عنتر ارجوك انسى الموضوع، وغلطة وصارت. لكل حصان كبوة ولكل كبوة حصان، وانتهينا. لا ما انتهينا. لولا واحد مثل حضرتك عطف علي وحطني تحت جناحه كنت هلا رنيت بالحبس ست شهور. لا ما انتهينا. روح هلا. يا ابو عنتر عيوني المهم الحين تصلح لي سلوكك ويا الآخرين. اسمع شو عم يقول لك البيك وفهم. والآخرين لازم يصلحوا سلوكهم معي. لا أنت لازم تكون البادي، لأن التضحية تبدأ بالذات، ونبوك من الآن فصاعدا تمشي دغري كده. أنا طوع البنان. علاش؟ لأنه إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وانتهينا عيوني. وشو فايدة الأمة بلا أخلاق؟ مثل فايدة الأخلاق بلا أمي. انت سدو أبو عنتر، الحين حكينا على السلوك. أنا بعتذر، انت لا تسدو. وأنا بودي أعمل تجربة اجتماعية هنية على غرار تجربة شاهدتها في باغونيا الشمالية. وين هي باغونيا الشمالية؟ هذه بدك تقول صاير كده قريبة من صفراني الوسطى. يا ريتني ما تركت المدرسة وكملت تعليمي. لو كملت ما بستفيد شيء. المهم هنا إذا حكم على مجرم ما بالسجن لفترة ما لجريمة ما يسجن. وهون هيك استنى،
وما يطلعوه من الحبس لتنقضي فترة المحكومية متاعه. وهون هيك استنى، إلا إذا جاء واحد موثوق وقال لهم انطوني إياه أنا أخذه على عاتقي، ينطوه إياه قبل ما تنتهي فترة المحكومية متاعه، وهو يتولاه بالرعاية والإصلاح، وهيك قضوا على الإجرام. لكن السجن تهذيب وإصلاح، وبركداً واحد محكوم 15 سنة. صحيح، بركداً واحد مثلي أنا. استنى، كان في واحد محكوم 20 سنة ما قضى منهم غير شهر واحد، لجيت أنا وقلت ماني أكفله، وكان عليه غرامة كبيرة دفعت عنه وانطوني إياه، وبعدين أرسلته للدراسة في الخارج. تدرون هالحز فينه؟ بالخارج. لا لا لا، تخرج من الخارج، وصار معه شهادة دكتوراه بالأخلاق الإلكترونية، وصرت أنا وياه مثل صديق وصديق. شو الغوار بيك هاد؟ برونتو تكميل. فعلا برونتو تكميل. ما قلت لي وين كنت أنت لما أنا كنت محكوم 15 سنة؟ كنت في باغونيا الشمالية. المهم، مع حتى تكون تجربتي الاجتماعية ناجحة وياك، أبيك دائما إلى جانبي، ما تغيب عن ناظري لا ليل ولا نهار، ولا تفارقني إطلاقا. ليش؟ لأني أعتبر نفسي المسؤول عنك وعن رعايتك. يا ريتني كنت محبوس معك. خرجك، أنا قلت لك إنه أنا ماشي مزبوط. إيه أبو عنتر، شو افتهمنا؟ خلاص، اعتبرني خيالك، بل أكثر من هيك زلمتك الخاص. أيوة، وأنت هي اللي بدك إياها. أنت أبو عنتر أغلب. كنت بدي أقول لك سدو، بقى لا سدو. منيح هيك. يا أخي، هو إيه من ساعة حكيناها دكتور؟ شو تحليلك للموضوع؟ الشغلة بدها مختبر. لك الترجمان محلك ما بتترجم معه. يا ريتني محله. محل مين؟ محل أبو عنتر. بكرة على غب عملة من غوار بيك أهم من ورقة يا نصيب ربحاني. يا بي، شو عم تلعبوا طمامة؟ لك انت شو جابك هلا؟ اللي ساعة عم دور عليكم. شو في؟ المحترم صار ضايق من التليفون. ايه؟ سأل عنك وعن عمي أبو قاسم. خير إن شاء الله. قال تصلوا فيه ضروري. مو أبو قاسم وأبو رسمي هذولا؟ إني بساتهم. تفضلوا عيوني. ومش حط لك ياهن لهون؟ شو حكينا؟ قصدي اعزمهن. هذا كلام. شايف رح تغير لي اخلاقي عن حق وحقيق؟ السلام عليكم. اهلين بابا، يسلموا هالايدين. هي اكيد الي مشان اتسلم. الله يرضى عليكي، بدنا منها 3 نسخ. كان بلاها اجازتي. وين عمي ابو اليسر؟ الشعب بده حقوقه. لا تاخذيني بابا، فكري مشغول شوي. مين اجا يا يسرا؟ بابا. لوحده؟ لا لحاله. يه، وين غوار؟ ما استرجيت اطلب له اذن من ابو عنتر. يه، وشو دخله ابو عنتر؟ اهلين عمي، بلاقيك لحالك، وين المحترم وغوار؟ غوار من سجن بالقهوة مع ابو عنتر والناس عم تتفرج. يه، وشو قعده مع هالمضروب؟ طولي بالك ماما، غوار شو بيعرفه بابو عنتر وغيره؟ انتو بابا لازم تلفتوا نظره. هو ما بيعرف. المحترم ما بيعرف؟ ليش المحترم؟ قال له يتسلى معه بالقهوة. هو طالع ليام الحبس، شغلة بيروح فيها 6 شهر وتوقف نص ساعة. يه، وليش هيك عمي؟ لأنه غوار بيك دخل واسطة. ما نتواصلت لك بشدة، والمجلس ما له خبر؟ ما حدا عنده خبر، نحن درينا بالعالم. طيب بابا، كنت لازم تشوفه وتفهم منه، أكيد في شيء قاهر خلاه يتصرف هيك. وشو هالشي اللي بيخليه يخلق قوانين الوادي؟ أنت بتعرف حرصهم هالناحية، معناها لازم في سبب. إيه عمي، يسرى عم تحكي مزبوط، أساساً عمره ما عمل شيء بدون مشورتك. رح أطلب لك يا تحكي معه وتستوضح منه. ما بدي أحكي مع حدا، ولو حكيت شو الفائدة؟ أساساً ما في شيء يسمح له يتجاوز المجلس. الله يرضى عليك أبو اليسر، حاكي وخلوا لنا الغدراية. تقبرني عمي كرم على خاطري. يا بطلب لك يا هي إقبارتك، وروح دور على بنت غيري وصير أبوها. خلاص طلبي، نحن 3 بالتصويت منغلق. ما يغلب لك رأي. قول إيه عمي، قول إيه اللي بتشوفوه. لك تقبرني يا أبو اليسر. شو يسر؟ هلأ زمر ابنيك، هات الإقبارة. اركدي يا مو قبل ما يقلب، اركدي.
ألوي أهلين عمو ابن حلال، كنا رح نطلبك هلا. بابا له حصة هون، هطلبك مرتين على البلدية وملأك. ألو أهلين يا أبو احترام. إيه نعم، طلعت بكير بالبلدية، جبت غراضين للبيت. نعم نعم. إيه مثل ما تريد. إيه اتكل على الله. إيه لا تأخروا، الغدا صار جاهز. مع السلامة. شايفتك انشرحت للتلفون. راح يبرق على غوار يجيبه ويجي. وليش ما فتحت له سيرة أبو عنتار؟ هلا بتطوزوا لنا الغدا. هو فتح تليفون مشان هيك، تاني عم يدور علي، لأنه دعا المجلس لاجتماع المساء لشرح ملابسات الموضوع. استحيت هلا؟ قلت لك عمي المحترم لا يمكن يعمل شيء إلا بخاطره. هيك بعرفه، يلعن الشيطان شو بيوسوس. هيك ابتدى. ليكي ما أحلى بيبين سنه. بتحبه بتحبه. انتي قبل ما تتفقسي تعي فقسي البيضات على الجزمة. على راسي انتي وجوزك. شايف يا ابو نظمي، اخر عمر نصفينا لتفقيس البيض على الجزمة. بسط هلأ جاي. انا ابو عنتر زلمته الخاص، خود وعطي معي. لك مين ما بيعرف ابو عنتر؟ اخ لو كنت قدامي لبلبصت عيونك التنتين. طيب منو انت وشو بدك منه؟ مشان الشحن؟ لكان مشان ايش؟ بسيطة بسيطة منتواجه. مع المين؟ نعم بديك شخصيا. لا حول الله، خليك وياي. وياك وقلبي معاك تانية بتانية. ألو بلي؟